permanent عليها. نشوف هون فلاست اوكي، وكذلك عندنا ال انترابيدير من روف، راح تكون from clinical perspective يعني راح او اقدر على اقل تقدير اقدر صدر ابيدرمال بولي. اذا شفت تشانس افكر هاي تبع ابيدرمال، واذا شفتها في اسيد ممكن انت مال. احنا هذا الفيجر يشوفنا شنو البروتينز موجوده بالابيدرمس وبال او ديرمو جنكشن اللي راح تكون تارجت بالاوتو اميون بلس. بالاوتو اميون بلس راح يصير عندنا انتي بوديز دايركتد اجينست سيرتن بروتينز اوكي ان ذا ابيدرمس او ان ذا بيزمنت ممبرين زون، يسوي لي ديستركشن هاي الجنكشنز اللي لازم السيلز مع بعض. عندنا هذا الستركشر نسميه ديسموزوم اللي هو جنكشن between two adjacent keratinocytes. هاي two keratinocytes اوكي، وهذا البينان هو الجنكشن اللي يلزم بعض نسميه ديسموزوم. هذا الديسموزوم بي بروتينز مثل الديسموغلين 1 ديسموغلين او ديسموغلاكين جلين 1 و 3 الديسمو بروتينز تجي انتي بودي اوكي يسوي لها اكشن، حيصير عندي مثلا بنكس فولجارس اوكي. نجي مثلا على الديسموزوم، هذا الستركشر هو بين البيزل سيل والبيزمنت ممبرين زون نسميه هيمي ديسموزوم. هيمي ديسموزوم هم البروتينات مثل البولس بنفيكويد انتيجين كولاجين تايب 17 الفا 6 بيتا 4 انتجرين اوكي. مثلا هذني البولس بنفيكويد انتيجين اذا صار علي destruction صار destruction by antibody حيسوي لنا البلس بنفيكويد، يسوي لنا البنفيكويد جستيشنز الالفا 6 بيتا 4 ممكن يسوي لنا او اللامينين 5 يسوي لنا سيكاتوشال بنفيكويد وهكذا. فهذني هن البروتينز حيكون التارجت انتيجين بالاوتو اميون بلس ديزيز. فاحنا هسه من راح نقول بالباثوفيزيولوجي مثلا مال بنفيكاس فولجاراس نقول اوتو انتيبودي دايركتد اجينست ديسموجلين 1 اند 3 اند ديسموزومز. ده نتخيل وده نشوف وده نعرف وين هذه البروتينز موجودة. زين هسه أول شيء نبدأ بالبنفيجاس فاميلي. البنفيجاس هو جروب اوف disorders characterized by epidermal corneal epidermal حسب النوع. طبعا most common type هو البنفيجاس. other variants هو البنفيجاس جيتنس يجي عادة بالفليكتشرال اريز الجروين نيك والثيماتوسس والجيرلايف بنفلس مثل الامبيتايجو. امبيتايجو لايك يعني فيري سوبرفيشال ايروجن اللي هو يجي سب كورنيال، البولي مالته تكون سب كورنيال. يكون اسوشيتد اندرلاينج مالينس اللي هو بالاضافه انها مكتوبه الثايموما والمايومر واللمم. طيب الكوز او الكوز طبعا عندنا اوتو انتي بوديز اي جي جي موستلي بايند تو ديسموغلين 3 تحتينا الموجود والديسموغلين 1 موجودات اون كوزين كيراتينوسايت تو فول ابارت كاتوليسيس. كيراتينوسايت connected with each other by these proteins. البروتينز هي اللي تلزم كيراتينوسايت. بيصير بها destruction عندنا detachment تنفصل وبالنتيجه يسوي في شيء يسموه acantholysis. acantholysis هو histological term okay used to describe a loss of cohesion between keratinocytes. زين في فكره بولغاس particularly common as Jewish people of Mediterranean. طبعا بنفيكاس بالعراق نشوف من عنده يعني من كل شو هاي بس اكو كيسات بنفيكاس عاد هسه راح نحن مالتهم يجون عندهم شغلتين اورال سكين. الاورال يجي painful erosions حاليا متقرح بس على شكل erosions وليس ألصر مو مثل الارثاس ألصر اوكي. وايضا السكين راح تجي فلاسيد بولي، ولانه فلاسيد لانه الوول مالتها ثن راح يصير ايزي رابتشر وتترك بمكانها إيروجين. فعلا عندنا فاسد بلستر اوكي وايضا عندنا painful mouth إيروجين. زين هسه اذا اجيب لكم اني مثلا بالام سي كيو اقول لكم which of the following bullous diseases characterized by flaccid blister
فاني افكر بالبيمفيجاس. راح نشوف البيمفيجود والبيمفيجود جيستيشنز واللينير اي جي اي ديس اوردر هذني كاركترايز باي تنس بولي. طبعا عندنا ساين نسميها نيكولسكي ساين. نيكولسكي ساين ابلاي شيرنج فورس تو ذا سكين. خلي طبعا المفروض قلم رصاص وتب مالته بالساحه هاي الايريزر اوكي، ونسوي هيك روتيشن نحطها على السكين ونسوي روتيشن، فراح يصير في شيرنج فورس بهذا المكان. راح يصير عندي ورا يمكن دقائق 10 دقائق ربع ساعه راح يصير فلويد اكيوميليشن ويصير عندي بولي بالمكان اللي سويت بيه شيرنج فورس، فهاي نسميها بوزيتيف نيكولسكي ساين. نشوفها بالبيمفيجاس ونشوفها بالستيفن جونسون سيندروم توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. زين البيمفيجاس فيجيتال سي جي بالفلكتشرز على شكل فيجيتيتنج كوليفلاور بلاكس، والبيمفيجاس فوليشياس يكون يا اما بس بالفيس نسميه اراتوماتوسس او بالانتير بادي، ويكون في شيء كلش سوبرفيشال مثل الامبيتايجو يجي بس اروجن نسميه امبيتايجو لايك. هسه نشوف الصور، هذه اروجنز. شوفوا هنا ماكو بولي، ماكو بولي لانه البولي تكون فيري ثين، راسا يصير بها رابتشر يبقى بس مكانها اللي هو اروجنز، وهذا يكون كلش بينفول، بينفول اروجنز. هنا هاي الاروجنز بالاورال ميكوزا او بالاورال كافيتي اذا تلاحظون تختلف عن الافتس السر. الافتس السر تجي سيركلر ويل ديفايند اوكي السر، هذا الاروجنز يجي راكت ارجولر البوردر مالته ولارج سيرفيس اريا، وهم يكون كلش بينفول، بينفول السر. هذا الانفيكاس فوليشيس اللي هو سوبرفيشال تايب، اذا تلاحظون الالسريشن مالته مو مثل او الايروجن مو مثل الايروجنز مال الانفيكاس بولجارس، يكون مور سوبرفيشال بي كراست همين دراي كراست شويه يكون مايلد ومايلدر ذان الانفيكاس بولجارس وايزير تو تريت. هذا الانفيكاس فيجيتنس اللي يكون فيجيتيتيف بلاك بالبلاكس بال اكزيلا او بالكورن. طبعا الكورس برولونج ممكن يكون حتى فيتال مورتي 15% سوبرفيشال بيمفيجاس كنا يكون مانداس سيفير. وهسه طبعا هو التريتمنت هي يعني امبروف بيمفيجاس حتى ديوس ريميشن، بس المشكله اللي نواجه المشكله هو السايد افكت of high doses of steroids and immunosuppressive، لانه احنا التريتمنت mainly by steroids كل الاميونوبلاس دي على الستيرويد اميون سبريت، فالستيرويد نفسه يسوي لنا سايد افكت، وهذا المريض احنا بنعطي ستيرويد يوم ويومين وعشره ممكن يظل مانث او حتى ييرز على الستيرويد، فراح يتحول الى كوشن سندروم، يتحول الى اوستيوبوروسيس، يصير عنده جلوكوما، كاتراكت، دايابيتس، هايبر تنشن، بيبتيك السر، مايوباثي، سايكوسيس، كومبليكيشنز كلش هوايه. فاحنا قدر الامكان قدر الامكان نحاول نحوله من الستيرويد للاميون سبريسيف اللي هي السايد افكت مالتها نوعا ما اقل من الستيرويد. ممكن انفكشن لانه هذا اروجن اور الاثر بينفول او ميكينج بين. زين الديفرنشال دايجنوزز بايوديرما امبيتايجو اكثايمي. طبعا هنا الامبيتايجو احنا قلنا الفوليش يجي امبيتايجو لايك يشبه الامبيتايجو، فخلي بالنا الامبيتايجو maybe taken after أثر، لذلك قلت لكم الأفتر تجي راوند أصلا كم سكرايد، بينما الإروجنز تجي راك بورد. زين investigations طبعا كل الإيمونوبلاست راح نحكي هنسوي لهم تقريبا نفس الانفستيجيشن أو الانفستيجيشنز اللي هي شنو هي بايوبسي، ناخذ بيس ونفحصها عند الميكروسكوب حتى نعرف الليفل اوف بلي، هل بلي صار داخل الابيديرمس سب كورنيال لو سب ابيديرمال، وشنو نوع الانفلاماتوري انفلتريت حتى يعطينا هنت. فهنا تلاحظون نلقى انترا ابيديرمال بلي وياها فلوتنج فري كيراتينوسايتس اللي سميناه كانثوليسيس. وايضا نسوي ايمونولوجيكال ستيننج. شنو هالايمونولوجيكال ستيننج؟ احنا قلنا بالباثو فيزيولوجي او انتي بوديز يصير بها ديبوزيشن بال او اتاك سيرتين بروتينز موجوده بالممبرين او بالابيدرمس. فهنا راح نجيب فلورسنت انتي بوديز او فلورسنت ليبل انتي بوديز احنا مصنعيها او يعني لاب ميد اوكي، وهذه راح نخليها بعدين يصير بها اتاتشمنت وين على الانتي بودي اللي صار بها بالسكين. راح ناخذ بايوبسي
بنحط لها ريجنت في فلورسنت انتي بودي، وراح يسوي لي اميونو فلورسنس من فحص انذار مايكروسكوب. فحسب الباترن اوف اميونو فلورسنس صراحه نشوفهن، اوكي نقدر نعرف شنو نوع الاميونو بلس ديزيز. عندنا تو تايب، دايركت، الدايركت ناخذ بيس من السكين اوكي ونحط عليها ريجنت ونفحصها عند المايكروسكوب، والاندايركت ناخذ البيشنت بلازما، نسحب بلازما بلود من البيشنت، نسحب نعزل البلازما من عنده ونجيب البلازما نخليها على تشو سبستريت احنا محضريه او تشو مال يعني لاب ميد خوش، ونشيك نشوف نوع الاميونو فلورسنس اللي راح يصير او الباترن مالته. وايضا ممكن نستخدم ايلايزا تو ديتكت الانتي بودي. هسه هذه طبعا هذا دايجرام لل اميونو فلورسنس باترن. احنا هذه مبدا الابيديرمس وهذه البيزمنت ممبرين زون، هم مسويها كبيره حتى ينطي يشوفنا الديبوزيت اللي راح يصير، وجواها عندنا الابيديرمس. طيب اللي لاحظ بالبنفيجاس والجارس شو راح يصير عندي؟ حيصير عندي ديبوزيشن اوف اميونوجلوبولينز بتوين كيراتينوسايتس، نسميه تشيكن واير لايك. تشيكن واير هو السيم اللي يستخدم بالقفص الدجاج، تشيكن واير هذا السيم اللي يجي مشبك، فيسموه هذا الديسكربشن او يسموه نيت لايك، ممكن نقول نيت لايك. فاذا نلاحظ احنا من نلقى هذا الباترن اوف اميونو فلورسنس راح نعرف احنا عندنا بيمفيجاس والجارس. طبعا اذر ديزيز بعدين من راح ناخذها راح نشوف الباقيات كلها نوعا ما لينير ديبوزيشن ات ذا بيزمنت ممبرين، لينير ديبوزيشن. وعندنا بالديرماتيتس هيربيتيفورمس نسميه جراندر ديبوزيشن ات ذا بيزمنت ممبرين زون، فهذا جرانيولر بالدي اتش درماتيتس هيربيتيفورمس. هذني الاربعه كلهن لينير immunofluorescence at the basement membrane zone، وهذا سميناه net like أو chicken wire like. chicken wire like net like إذا يعني تعرفوها كلش كافية. زين هذا ال pattern of immunofluorescence اللي راح نشوفه كل immunoblast disease. زين التريتمنت طبعا المين تريتمنت هو سيستميك ستيرويد، نعطي 1 ملغ بير كي جي ونوصل 60 80 ملغ ستيرويد اوكي، ولحد ما نديوس ريميشن انه كنترول ديز، وبعدين نبدي نسوي تيبرنج ونضيف ويا اميون سبرسيف. ليش؟ لانه هاي الاميون سبرسيف ستيرويد سبيرنج، ستيرويد سبيرنج ايجنتس. لان قلت لكم اني السايد افكت اوف ستيرويد فظيعه، فهذني الميون سبرسيف هم يعني تشتغل مثل الستيرويد بس تكون ليس سايد افكت. حتقولون طيب احنا ليش نبدي بالستيرويد وليش نبدي راسا بالاميون سبرسيف؟ الستيرويد اول شيء مور بوتنت، وثاني شيء رابيد ريسبونس. الحلو بالستيرويد انه رابيد ريسبونس، فانا اذا ابدي اميون سبرسيف، الاميون سبرسيف ما تشتغل 6 اسابيع 8 اسابيع يلا تبدي تشتغل اوكي. فهنا احتاج انا فشي رابيد خلال اسبوع يوقف الديزيز بروجريشن، وبنفس الوقت ابدي الاميون سبرسيف حتى يصير اوفرلاب بين الاثنين لحد ما اصير كنترول، وبدا الاميون سبرسيف يشتغل ابدي اقلل الاستيرويد. هذا التريتمنت موداليتيز بلازما فريسز ريتوكسيماب والدابسون. بس بشكل عام الفيرست لاين تريتمنت هو سيستميك ستيرويد. طيب خلصنا من البينفلاس اللي هو كاركترايزد باي فلاسيد بولي. هسه المجموعه اللي راح ناخذهم البينفيجول جروب هذول يجون تنس بولي، احنا قلنا المحاضره هي كلها عباره عن بلاسيد تون كيد. راح عندي اج نفس الشيء مال البينفلاس بس من دايركتد اون ديفرنت بروتينز بلس بينفيجول انتين 1 او 2 او 2 3 8 اللي وين موجودة بالبيزمنت ممبرين زون، موجودة بالإبيديرمس، موجودة بالبيزمنت ممبرين زون. شو راح يسوي؟ حيسوي انفلاميشن ديستركشن هذه الجنكشنز او الكونكشنز، وبالنتيجة راح يصير عندي سبشن اوف إبيديرمس فروم ديرمس وفلويد كولكشن، ويصير عندي سب إبيديرم كلي. برزنتيشن مينلي تنس بولي او نورمال سكين اوكي. يكتب مرين انفولفمنت يعني انا مش كاتب
your brain usually are not. تقريبا 25% يكونون positive involvement of mucous membrane. فبينما بالبنفيغس تقريبا 100 يكون اسكيتاس تكون نيجاتيف والديزيز تكون ليس بالبنفيغس في الكورت ليس اجريسيف. زين هنا نلاحظ البولي تشانس البنفيغس ما شفنا بولي ولا صوره شفنا بها بولي. ليش؟ لانه روف بس تطلع على الطب كوش وما نشوف بس الاوشن. بس بنفيغس تكون الوول يكون تكون تنس بولي. واذا تلاحظون الانترفينج سبنسات لينز اون ارتكاريال بيز او ارتيناتر البيز مال البولي تكون ارتيناتر. الكورس يوجوالي يضاف within 1 إلى 2 years عكس التنفيذات الكلينيك. ممكن أيضا side effect of steroid and immune suppressive complication. Destination نفس الأبسي احنا نستطيع بعوجي. هذا اللعب epidermis و hypodermis. اوكي اللعب linear deposition of the green linear deposition of immunoglobulin هو IgG when on the basement membrane zone. لو هذا البنفيغس شفنا في تشيس تشيكن واير كلها السيلز كوتد with antibodies. فايش راح تعطينا؟ تعطينا منظر تشيكن واير او النيت لايك هكذا. تريتمنت طبعا هم بريدنيزولون في الفيرست لاين. بعدين نسوي تيبر ستيرويدز كلينك ايجنت تقريبا نفس الشيء. وممكن حالات مايلد تترا ساكلين ايكوتيناميد يشتغلوا انتي هنا بايوتيك تترا ساكلين ما يشتغل في انتي بكتيريا وبالاحرى يعني الافكت مالته راح يكون عندي انفلامتري. زين بيفتيغول جيستيشنز البنفيغول جيش هو زي ما سيميلار للبنفيغاس او البرد بلس بنفيغول بس اس ان اي بريسي. اوكي وممكن نسبب الهيدات فروم الكاريوكارسينوما حتى الاورال كونتراسبشن ممكن يسوي لك تريجر. الاميونوفلو هنشوف لينير ديبوزيشن اوف اميونوبلوبين بالبيت من بازون تقريبا نفس البنفيغول البلس بنفيغول. يوجوال افتر يعني هو عادة يجي بالثالث عشر اوكي والحد بالشباب والليبر وراها راح يصير بي سبونتينوس دامج. طبعا احنا ما ننتظر سبونتينوس اللي هو سيفير ديزيز. طبعا هنا شو يقول؟ يقول it is not caused by herpes virus لانه من اسمه هنا herpes gestation بس هو unrelated to herpes virus. الأورال كونتراسبشن should be هذا ممكن exacerbation أو trigger. طبعا الصورة هو نفس الانفجاس أو البيجويد الانفجاد في لا بنسي فتجي من أبعدنا هم سبعد إنه تزيد والله تزيد. أفكر واحدة من الشغلات هو الانفجاد ستيشنز أخذ بابسي فلورسن حتى أسوي confirmation of diagnosis. طبعاً في stations هم يعرضون هو الفرس بس بدون immune suppressive لأنه هنا أغلبها هي pregnancy categories أو D أو X. فأحاول أمشي برا أسوي tapering لأنه هو أصلاً self resolution after pregnancy. زين cicatricial pemphigoid cicatricial means scarring. فهذا الجيز البنفيغول سكار من اسمه هو المين فيتشر مالت سكارينج. صار عندي بولي خمس سكانس بولي بس الان من الطيب بيظل يترك مكانه سكار وش يقول لايك بلس بنفيغول سوري لايك بلس بنفيغول بط الجيز مالت هو يختلف هو اللامني فايف والبوليت ستارس عند أصل أكور mainly mucous membrane mainly mucous membrane less likely to be involved. طبعا ممكن الآي ممكن الماوث ممكن الزبانس
ممكن الجي تاون از فيجاس هاي الاوجنس اوجلي. المشكله هي من رقيب راح يسوي سكارينج، والسكار حيسوي ستركتشر ويسوي فايبروسيس ويسوي كايبر سنتيكيا ادهيجنز. فمشكله هذا الديزيمور ايبلنج ليجنز هيل وذ سكارينج بالاي ممكن يسوي بلانس يعني بالترويد بوكس اون سيستم اكستير. يعني صراحة جبت ثلاث مرات نمطي حتى سايد فوسفومات اي في فالس اوف سايكلوفورماد وستيرويد. طبعا اكيد بيمدي طبعا مكاتب توكل فوسفومات حسب السيفيريتي وحسب الساعات. اذا اي انفولف احنا هذا ثاني يعني بدي اجريسيف تريتمنت. زين الناس يكون هاير الادهيشن وحتى صاير لوس اوف اي لاش اللور اي لاشز صار لها الكليب لانه صار عندي فايبروسيس سكارنج صار لي ريفلكشن هي السكار وبالنتيجه صارت لي بروجكت ليفل ادهيشن ولوس اوف اي لاشز. اللينير اي بي اي بولز سراوندد باي بولي رينج رينج اوف بولي. اوكي فشو سترينج اوف بيرل اوف بيرلز شو هاي سنتر بولي او كراست واكو دائره ما يدورها سترينج. هاي الفيشر تصير لينير اي جي اي ان شاء الله تصير بالادلت. البولي تلاحظوها تنس اوكي. طبعا بالبحث او بالاكزامينشن راح نلقى الامينو فلورسنس لينير امينو جلوبولين هنا مينلي اي جي اي of IgA type immunofluorescence and show IgA immunoglobulins بال basement membrane zone. طبعا هنا ال Dapsone very effective. اوكي ما مكتوب هنا وكتب هذا هو drug of choice Dapsone يعني والريسك مش دراماتيك يعني خلال ايام المريض يصير عنده resolution و improvement. ف Dapsone هو very effective in case of linear IgA. اخر من بلغ تيز وقبل خير المحاضره لانه وراء ستيفن جونسون 10 هنا هو درماتاتس هيربيتيفورم. خل احكي لكم جاني مريض 50 اوكي يير اولد جاني عنده سير اتشنج. اول ما قاعد عند الدكتور حتى موتتني قصر لها صار لها تقريبا شهر هيك يطلع شيء بجسمك. قال لي ايش وفني ايش طلع لي؟ اول ما طلع لي طلع لي اكسس اوكي من بواحد بالبوش شفت اكسكوريت فيزيكالز او احرى شفت اكسكوريشن يعني ما شفت الفيزيكالز كلها نتيجه حكا كلها مسوي لها شيء اجى بالي راسا الدي اتش. دي اتش نيز بي الفيجي سيفير سيفير ثينج اون ذا البو ني ساكرام ابر باسكال يعني مناطق محدده والاتش مارك سيفير وعاده لو نلقى فيزيكوس لو نلقى اكسكوريشنز. فلما شفت لارال ايبو شفت اثنين اكسكوريشنز لها سيفير اينج فكرت بدي اجي اطلع لي الني مالتك الركبه وعدتها من لقيت كوليشنز قلت له اكو بالسكاب اكو بالسير سكاب قال اي اوكي. فاني بروفيشنال دايجنوزز انه هو دي اتش فورمز. طبعا هو واحد من الميتيشنز اوف سيليك ديزيز اللي هو بالعاميه حسيه في الحمى سيليك ديزيز اللي بالافاتي دياريا ومال ابزوربشن بالوزن الليك مانيفستيشنز. اذا ترجعون على محاضره الاطفال تكون السيليك يوجوال ستار افتر اي اوف 40. هنا طبعا السيليك العفو الاتش ده بتفهم واحد من الشغلات المميزة هو دراماتيك ريسبونس دابسون. دابسون قبل شوية حكينا عليه بالنير اي جي اوكي. شو دراماتيك ريسبونس؟ هاي سيفير اتشنج اللي مريض ما يقدر يوم ويومين على دابسون يختفي تماما. فهذا يعتبر فد كلو بارتف كلو للدايجنوز. كتبت دابسون صراحة اكتب حد نقية وده اوكي روح ومية وثلاثة
راح الحج على الأربعاء على الموعد مالته يتأخر الحج تماما. هذه الرد او دراماتيك ريسبونس دابس واحده من الفيتشرز اللي تساعدنا ايضا على هذا الديزيز. طبعا الدايجنوزز احنا نحتاج بايبسي، البايبسي نشوف سب ابيرمال، سب ابيرمال يعني سمول سيكل او ابسس مينلي كونتيننج نيوتروفيل، وبالاميون فلورسنس تلقى جرانيور الميوغلوبين تاب اي ديبوزيشن يعني اي ديبوزيشن. يعني بشكل عام انا بحكي لكم الديزيز اندايركتلي، فهو يجي فيري شي اوكي فيزيكالز اور اكسكوريشنز اوف باك ابر باك سكالب. طبعا قلنا حسب الهيستوري ويا الامينو فلورسنت دايركت اندايركت راح نلقى سبع بالنمال بلست وتكون نيوتروفيل فيلد وعندها من نقلب بوزيشن الـ RGA، والتريتمنت هو دراماتيك ريسبونس تو دابسون. كلش مهمة كل حكيناهن. إذا تلاحظون أنا هذه ليجنز طبعا أعتقد عني أكو سمول سيلز أون إريزيميتا سبيج أوكي، فهذا بالضبط هيك إجا هذا الليشن عند هذا اللاجي أكسر هذه كريتد فيزيك. طبعا الاتشنج قلنا فيري سيفير، المميز به انه فيري سيفير. كومبليكيشن هو جلوستيف انتيروباثي، يعني سيليك ممكن يكون عنده مال ابزوربشن او دايع او شيء اوف باول لفما وانر اوتو اميون ديزيز، يعني اكيد بيشنت عنده اوتو اميون ديزيز ممكن يصير عنده اوتو اميون ديزيز مثلا بيرنيشوس انيميا اديسون ديزيز وغيرها. ان شاء الله نزيد شو مخلي اول واحد مخلي سكبي ليش؟ لانه هم شرعت بس الفرق في كيز البادي كله سبرايز اتشنج واثنين سكبي المناطق اللي تصير بي تصير بتختلف بتوين الفينجر فينجر ويبس اوكي الريست الامبلايكا الكال عكس المناطق اللي تصير بالدي اتش اللي هي الالبو والني انسكت بايت نيورو ديرماتايتس. أمينو فلورسنس عشان طبعا الانفستيجيشن نقدر نسوي تو كونفيرم طبعا اي بيشنت وسيل ديزيز. الفينيتيف دايجنوز هو باي استرباو. حتى اتذكر بالصف الرابع كنا طلاب بالكليه جابوا لنا مرض بالاطفال اطفال من شان سوسي او هيك. الفينيتيف دايجنوز اوف سيليك ديزيز ديبند اون 1 2 3 4 واحده من اذن هو سمول باول باراج. فهذا الفينيتيف دايجنوز. واكو ايضا سيرولوجي انتي جلاين انتي ماجل انتي بودي انتي تشيس جلوتامينيت بس ما نحكي هنا انا بالمحاضره او بالاحرى مفتريات سيرم انتي بودي. زين التريتمنت احنا قلنا ريسبونس للدابسون دراماتيك بس الديفينيتيف تريتمنت هو افويدنس اوف جلوتين جلوتين فري دايت اوكي اللي هي الويت والبيرلي والريز وماده ثالثه اسمها ليم. انا صراحه ترجمتها شليم يعني موجوده بال يمكن الحياه العامه بس حمض الشعير لازم انهم تمام ومو بس اداره يعني حتى اي برودكت كونتيننج اني كونتيننج دايت مثل ياكل حلويات ياكل بسات ياكل بسات ياكل اي اكل بي حنطه او شعير فراح يسوي اكزربيشن كونديشن فلازم توتال بروتين فري دي دايت. عداها مثل الذره التمن الشوفان ياكلها بشكل طبيعي عشان بي دايت. اهم شيء هو ممكن يسوي يعني خصوصا عند مرضى جي 6 بي دي إذا نسأل ممكن حتى زي سكيدي كوبيني مفوسايتوبين متش بي أو المثموبيني هذا الشرح يحيي مثل السيانوسيس. ذلك احتاج فيلر طبعا دابسون احنا ما ممكن تطويل احنا ننطي دابسون تكون سيبتومز الحمى البيت تسوي بلوتيني فريدا بلوتيني سير سيلف وغير. زين
بقى عندنا اخر ديزيز الامبلاس اللي هو التوكسيك ابيديرمال نيكرولايز او توكسيك ابيديرمال نيكرولايز. طبعا الثريتنينج هو رياكشن للميديكيشن دوميننت ديوتو تو ميديكيشن. البيشنت مثلا ياخذ الوفيرانول عند هايبروسيميا، بيشنت مثلا عند سيجر وياخذ انتي كونفالسنت، ممكن حتى انتي بايوتيك او نون ستيرويد او انتي فلاماتري دراج. وراح يجي بيشنت مثل بام دايت، واحنا شفنا صور سيشن وهسه راح نشوف صور. فخلي بالي انا ستيفن جونسون توكسيك ابيديرمال، طبعا هن سبيكترم ستيفن جونسون توكسيك ابيديرمال جونسون سندروم اوفرلاب التوكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس. هنا اقل من 10% انفولفمنت اوف بادي سيرفيس اريا، اوفرلاب 10 الى 30% بادي سيرفيس اريا، والبي ان اذا كان اكثر من 30% involvement of the body surface، فهو يعتبر symptom of disease. mostly drugs هي هاي اهم شيء تعرفوا، اذا تلاحظون sulfamide and convulsant barbiturate carbamazole alone. زين presentation drug هي هاي اعرف اياها الاسيد بلستر والكولستاتيف may be affected. لاحظ الصوره مال هذا البيشنت بيرن لاك، واكو حتى لي هنا اكو كل شيء بس شنو هذا السفنج اوف ذا سكين. طبعا هذا مور ذان 30% اكيد واضح، فهذا يعتبر تين ديرمال ميكرولايز. طبعا ده تلاحظون المشكله اللي يصير راح يواجهها البيض هو لوس اوف فلود. واحدة من الفانكشنز اوف سكين بالتيبل هو مينتين ذا انفايرمنت اوف ذا او ذا انتيرير انفايرمنت. فهنا بهذا الاورين انا راح يصير عندي لوس اوف فلود. وايضا هذا شنو هذا يصير بورتر اوف انتري اوف مايكرو اورجانيزمز. النتيجه ممكن البيشنت يصير تلاحظون شادي له سيجي لاين على مود الفلويد الالكترولايت. المفروض ادمج بيرن يونت اللي هو الجبران لك، يعني ما يدخل برادة الباطن، يدخل برادة الحروق ويعالج معالجه مرضى الحروق بالاضافه الى بعض المرس. طبعا اهم شيء هو نوقف الدرج. طبعا هنا قلنا هي سكين امرجنسي بي فيتال انفكشن، قلنا بورتال اوف انتري والكترولايت لوس. ايضا عندنا سكان خصوصا بالاي نيل سكين نتيجه بلاينس. شوف اول واحده بالديفرنشال دايجنوزز حكيناها بمحاضره السكين انفكشن هي في الكوكس كالدد سكين سندروم. طيب شنو الميز بيناتهم؟ فور اس يوجوال وين بالانفانتي لما ستيفن جونسون توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس يصير بالادلت. هاي واحده. النقطه الثانيه الفور اس only stratum corneum. ايش نسوي مره؟ ناخذ هاي السكن تكون هاي ال 10 عليها، هاي نشيلها بالفورسبس سمول بيس ونسيب فروزن سكشن ونفحصها ان الميكروسكوب بالتين. اوكي وبالفورس ايش راح نلقى بالتين؟ بالتين راح نلقى فول ثيكنس ابيديرمس. ناخذ هاي البيلد سكين من الهول سكشن هنلقاها فول ثيكنس ابيديرمس بالايزر لاير وسباينال لاير وانيلار لاير وستراتم كورنيوم. بالفور اس راح القى ستراتم كورنيوم اونلي. من اخر فروزن سكشن مال فور اس راح القى ستراتم كورن، فنقدر ايضا عن طريق الفروزن سكشن ستيفن جونز ولتن. زين هاي حكينا شوفوا مكتوب السبت يكون سب ابيديرمال راح تشوف ثيكنس 200 ليست كالدد راح تلقى بس السب كورنال حنلقى بس السترات كورنال. اهم خطوه ستوب ذا اوفندنج دراج. اهم خطوه هو
stop the offending drug، لانه احنا هو دواء دراج الرجي. فاول شيء نسوي انه نوقف كل الميديكيشنز، حقدر نعرف بس راح اوقف كل الميديكيشنز المو ضروريه. بالنسبه اللي احنا شاكين بها اللي هي عند الاوبيونوس هاد انتي كونفالس، وراها عندي سيمتوماتيك تريتمنت. احنا قلنا هو بيرن لايك دخل الوحده الحروق، انتي فلويد، انتي الكترولايت، انتي انتيبايوتيك على مود امنع الفيز، ومونيتورنج وتريتمنت از بيرن بيشنت. ممكن ايضا يصير هايبوثيرميا في التمبريتشر. تبقى عندنا شنو؟ عندنا تريتمنت لحد الان اكو كونتراست للموضوع، اكو حد شيء حق ستيرويد ممكن يستخدم، والاكثر هي حاليا يستخدمون الاي بي انجلوبولين. الاي بي اي جي اي انجلوبولين، ومرات ايضا نستخدم السايكلوسبرين. فاذا اوفتن ادمشن يونت او ادمشن تو هوسبيتال سبورت. اول ثاني نقطه هو التوب دراج، او حتى لو تخلوها اول نقطه توب اوف دراج ادمشن تو هوسبيتال سبورت تريتمنت فلويد اند الكترولايت تمبرتشر انفكشن، وراها تجي يا اما كورتيكوستيرويد يا اما اي بي انوجلوبين او سايكلوسبرين. طبعا هذا التيبل هو main features of the three major immunoglobulin disease: pemphigus, pemphigoid, and dermatitis vulgaris. كل تقريبا التفاوت هنا. اوكي. اللي من هاي الامراض كلها disease كلها هو البلس. طبعا اخر شيء اشعر بكم انه مو اي بول اللي نشوف من حياتنا العمليه عليها راسا هذا immunoglobulin. هواي امراض تجي على البولي، اكو نون امينوبولوس ديزيز مثلا دايبتيك بولي اتوقع حكتوها يا دكتور سرور، اكو البولي مثلا مريضيل بيلبس شوز ويمشي مسافات طويله في صرف عسل او حافه الشوز طويله يسوي بولي نسميها فراكشر بولي، اكو بولي ممكن يصير مكان فراكشر نسميها فراكشر بولي، وبلي يصير نتيجة إديمة هايلر وعنده سيفير إديمة، وممكن نقولي نسميها بلي وغيرها من الألعاب. أوكي، ممكن بقى يكون هواية وممكن تكون بلاص. خلنا الأمين بلاص مو كل بلي. أسألكم أو أي شيء بخصوص المادة بشكل عام.